كان ورايا مشاوير كتيرة قوي وراجعة تعبانة تعبانة وهلكانة ومش قادرة، وورايا شوية مسؤوليات طويلة قوي وكتيرة قوي، ونفسي في أكلة أعملها في حلة واحدة وناكل كده ونتغدى أنا والولاد وكلنا نشبع، ومش عايزة كمان أسيب ورايا مواعين كتيرة. فكرت على طول على طول الأكلة المنقذة بالنسبة لي هي المكرونة البيتزا أو مكرونة الحلة الواحدة أو أكلة الحلة الواحدة، حاجة كده منجزة والمكونات بتاعتها بتبقى من اختيارنا وجميلة جدا والطعم ولا أروع. على طول على طول حطيت الحلة الجميلة دي على النار وحطيت فيها رشة من الزيت، وهحط فيها على طول السجق أو الهوت دوج اللي متقطع شرايح طلعته من الفريزر وقطعته شرايح على طول، هديله كده تشويحة في الزيت لحد بس كده ما ياخد يعني لون بسيط خالص علشان أضمن إن هو استوى والطعم الجميل بتاع الهوت دوج أو السجق يطلع على طول. على طول على طول هفتت عليه مكعب مرقة خضار، ده طبعا اختياري، ممكن نحطه ممكن لا تبع ذوقنا وتبع تفضيلنا. ولسه بقى كمان يعني هضرب طماطم واعمل، لا انا هطلع على طول برطمان الصلصه من الثلاجه وهحط كده معلقتين من الصلصه كبار، هحطهم على السجق وعلى مكعب مرقه الخضار وهديلهم تشويحه، بس هحط برده الاول عليهم رشه من الثوم البودره ورشه من البصل البودره. بصراحه الثوم والبصل غاليين قوي قوي، وكمان انا مش قادره ولا اقطع بصل ولا افرم ثوم، فعلى طول حطيت الثوم البودره والبصل البودره بيدي طعم جميل قوي. جبت كيس المكرونه اللي انا بحب الشكل بتاعه تبع ذوقنا برده وتبع اختيارنا، وفضيته كله كده وهديله تشويحه في الحله الشرحه البرحه الجميله دي علشان المكرونه هي كمان كده تشخلل في الزيت وتبقى جميله. ونزلت عليهم بشويه من الزيتون الاخضر المخلل وشويه من الفلفل الاخضر والاحمر الحامي عشان الطبخه بتاعتنا تبقى حرشه وطعمها لذيذ، والفلفل طبعا الحامي ده اختياري. حطيت شويه ميه كده في البرطمان بتاع الصلصه وهحطهم على يدوبك يدوبك ان هم يغطوا المكرونه، زي كاننا بالظبط بنعمل رز مصري بس كمان الميه اقل شويه عشان تطلع المكرونه بتاعتنا ملدنه وجميله قوي وبتمضغ في البق زي اللبانه، ولا هنحتاج نسلقها ولا نصفيها ولا اي حاجه. خلاص المكرونه بتاعتنا غليت، انا ظبطت طبعا الملح بتاعي، هديها تقليبه بسيطه كده، اهم حاجه وهي بتغلي زي ما انتم شايفين كده نهدي النار شعرايه، لازم تغلي وتقعد تبقلل كده في الصوص التقيل اللي انتم شايفينه ده شويه صغيره، وهن اقفل عليها وهتبقى جميلة، مش هتكمل 5 دقايق. لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو ما تنسوش تقولولي انتوا بتتابعوني منين، وكمان بقى تدعموا الفيديو بتاعي باللايك والشير وتكتبولي كومنت، بجد بجد كومنتاتكم بتساعدني جدا وبحب ارد عليها كلها، وكمان تتابعوني على قناة الوصفة وقناتي والبيديو والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيف ايناس عباس. ايه نوسة يا نوسة المكرونة دي، ده الريحة كده يعني اكيد واصلة لكم. الريحة جميلة والشكل والطعم ولا اروع بجد بجد. حطيت كده عليها كمان رشة من البقدونس علشان تدي كده شكل وطعم مقرمش جميل، لو حابين تضيفوا عليها شوية من الجبنة الرومي المبشورة او الجبنة الشيدر او الجبنة الموتزاريلا تبع ذوقنا وتبع تفضيلنا وتبع المتاح في البيت كمان واللي موجود. انا طبعا انتوا عارفين انا لا عايزة اكل ولا اي حاجة ولا راجعة تعبانة وجعانة ولا ريحة المكرونة تحفة، لا انا بس هحط كده شوية مكرونة وهدوق واشوف علشان بس اطمنكم ان الطعم جميل. هاخد كده مرة من المكرونة حتى يكون فيها سجق وشوية فلفل حامي كده ورشة من البقدونس الجميل ده، الطعم بجد يا جماعة مش ممكن ولا أروع، الطعم جميل والمكرونة كأننا سلقناها وصفناها، مش محتاجة كل المراحل دي، هي كده مستوية وجميلة. الحركة ان احنا وطينا النار وهي المكرونة بتغلي وبتبقلل في الدمعة بتاعتها هي دي اللي خلتها جميلة كده ومفرفطة من بعضها، كأنها بالظبط بالظبط متصلصلة الصلصة بتاعتها بس من غير أي مجهود. تعالوا بقى نغرف طبق كبير كده للي عايز ياكل بألف هنا وشفا، حاجة كده جميلة، ويا رب دايما وصفاتنا تعجبكم وتنال رضاكم.